مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه كلشي مزيان. مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله يا ربي بغيت نقدم معكم العجينه ديال الصابلي. كتجي عجينه زوينه وهشيشه بزاف. غنديروا من دابا انا غنعجن العجينه ديال جوج بلاص عجنه واحده، غنعجن جوج عجنات في دقه واحده. وغنعطيكم المقادير ديال العجنه واحده ونعطيكم المقادير اللي غنخدم بهم انا. دابا هنايا انا عندي نص كيلو ديال الزبده، انا دايره جوج عجنات درت فيها نص كيلو. الا كنتو غديروا غير عجنه واحده غديروا غير ربعه ديال الزبده وغديروا فيها ربعه ديال السكر وغديروا فيها فانيا وشويه ديال اللوز مطحون الا بغيتو، كيعطي واحد النسمه زوينه وكيعطي واحد الهشاشه للصابلي. وديروا فيها جوج بيضات وخماره ومعلقه ديال مايزينا والدقيق على حسب الخليط وشي قبيصه ديال الملحه. راكم عارفين ضروري حليوه كديروا فيها ديك قبيصه الملحه. نتوما حضروا معايا، انا هنايا دايره نص كيلو ديال السكر كلاصي ونص كيلو ديال الزبده. غنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم تيوليو لنا بحال شكل كريمه، وداك الساعه نضيفوا عليهم المقادير الاخرين وعاد تشوفوا بالضبط شنو درت. انا دايره كميه كبيره، عندنا واحد المناسبه ان شاء الله. ايوا انتوما غتشوفوها معايا كي غتجي. نزربوا سونيا، نزربوا. حنا بعد ما خلطنا داك السكر كلاصي بالزبده كيولي بحال شكل كريمه. ها نتوما كيولي المنظر ديالو زوين ومخلطين مع بعضياتهم مزيان. دابا غادي نضيف جوج معلقات ديال المايزينا. نتوما غديروا نص الكميه، غديروا معلقه واحده ديال المايزينا. المايزينا كتعطيها واحد الهشاشه زوينه. غنضيف انا ربعة ديال البيضات. نتوما كما قلت لكم نص الكميه غديروا جوج بيضات. ديما ديروا النص العبار ديال هادشي اللي كندير انا. وغندير جوج فانيات وغنخلط عاوتاني الكل مع بعضياته ونضيف داكشي اللي بقى ليا. بقى ليا اللوز والخميره والطحين. دابا غندير داك اللوز اللي قلت لكم اللي كيبنن. الا ما بغيتوش ديروه ماشي مشكل، ما ديروش، ولكن هو كيعطي واحد النسمة زوينه لهاد الصابلي وكيعطي واحد الهشاشه. دابا ملي درنا هاد اللوز غنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. غنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. ديك الساعه نقول لكم شحال غيهز ليا، شحال تهز ليا انا هاد الكميه هادي، وعلى حسب الدقيق ديالكم واش كيشرب واش ما كيشربش. نتا تخلطي وعينك ميزانك معاه باش ما تجيكش قاصحه، ولا جاتك قاصحه تجيك مدقصه. دابا نبداو نضيفو الطحين ونضيفو عليه داك جوج خمارات. نضيفو شويه ديال الطحين ونخلطو، نضيفو شويه ونخلطو. حتى حنا كنتحكمو في العجينه بيدينا باش ما تجيناش قاصحه عاوتاني وما تجيناش جاريه. بعد ما خلطنا العجينه خلطنا الطحين، انا العجينه ديالي هزت ليا كيلو وربع ديال الطحين. انت كتعجني وانت عينك ميزانك، انت كتعجني وانت عينك ميزانك معاها. هزت ليا انا كيما قلت لكم كيلو وربع. انت كتعجني وانت كديري شويه الطحين، كتعجني وكديري شويه الطحين حتى كيدخل فيه الزبده. المهم انا خديت شويه من العجينه واللي بقى ليا كنغطيه باش ما كيشربش، والاخر كندير مي كامل تحت ومي كامل الفوق وكندلك. انا عند الكاو عند تشوفوا السمك ديالها كي داير، ما خصكمش ديروها حتى مغليضه بزاف وما ديروهاش رقيقه بزاف باش ما تجيكمش كارمه رقيقه. اللي درتوها غليظه عاوتاني ما تجيكمش معجنه مدقصه. من بعد ما طلقنا العجينه كما قلت لكم عندي هذا المرشم، نتوما ديروا المرشم اللي بغيتو. هاد العجينه تخدمي بها اي صابلي. كنقطعو بحال هكا، جيبي الموس باش كتجيك الطريقه سهله وكتهزي به. ها نتوما كتجيك، ولا متسخ لكم المرشم كديريه في شويه ديال الطحين وتقطعي به.
السمر. ديري نفس الطريقه ديما، جمعي بالموس وتحطيه. صافي انا نكمل كاع الكميه ديالي اللي درت ونخشيها في الفران على نار مهيله، ما تزربيش عليها، الا زربتي عليها راه كتجي معجنه. نار مهيله كطيبها على خاطرها، ومن بعد نوريكم عاوتاني كيفاش جاتنا العجينه ونوريكم الطريقه ديال التزيين. من بعد ما طيبنا العجينه، ما طيبنا الصابلي ديالنا، ها هو كيجا. كديري ليه كتردي ديري على اللون الذهبي، يلا كيولي ذهبي، وكتطفي عليه الفران وكتخليه يطيب كما قلت لكم على بوطه مهيله، باش حتى الا دوز لك واحد المده ما كيبردش، كيولي زوين. وهذا الشكلاط اللي درتو قلت لكم كنت ديجا دايراه وحطيته على برا، درتو غير في طاسه وحطيته على برا، على برا حيت الحال بارد، ما تجيش تحطيه في الثلاجه. الا حطيتيه في الثلاجه وجبتيه بحال كيدمع من الفوق، ولا خليها على برا. انا نوريكم الطريقه كيفاش درت زينت. عندي هنايا هذه هي التعليكه اللي خدمت بها انا الصابلي ديالي. اش كديري فيها؟ ديري فيها كاس ديال العنبه، ديال العسل، العسل عادي، العسل السكر، وكديري معاها 6 ديال الطريفات ديال المربعات ديال الشوكولات كالا اللي خدمت به، 6 ديال المربعات صغارين، كتحطيهم على البوطه بجوج بهم، وبداي تحركي 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 حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، كيوليو بحال هكا هما، كيوليو خفافين، كتخليها حتى كتبرد وكتولي بحال هكا، كتولي بحال شكل الكراميل، والبنه ديال هاد الكراميل نيشان. وهذا العقيق اللي اختاريت انا، نتوما ديروا اللي بغيتوا، انا اختاريت هاد العقيق هذا. انا خدمت بهاد الغوز وخدمت بهذا وخدمت بهذا الصفيفر، ميلونجيتهم كلهم مع بعضياتهم وخدمت بهم. وانت ديري على حسب اللي بغيتي، كل واحد الذوق ديالو. كنشدو الصابلي بحال هكا، كديري فيه شويه ديال الكراميل، كديري الشوكولاته ديالك بحال هكا، وديري فيها العقيق. هاي كتجي بحال هذا الشكل. نعاود معكم واحده اخرى وتشوفوا الطريقه بالضبط. نفس الطريقه كديريها ديك الساعه. نتوما الا برد ليكم هاد الكراميل كتشديه وكديريه في حمام مريم، ديري كاسرونه فيها شويه د المطايب ولا مقله ولا هادي، وكتحطي فيها الزليفه ديالك، كيبقى لك ما هو سخون ما هو يلا هو هذاك. كديري الشكلاط ديالك بحال هكا، وديري عاوتاني لقيق. وهذه هي الحلوه ديالنا، وكنتمنى تعجبكم. احنا هنا راه درت الكميه كلها، ها هي راه كما قلت لكم انا دايره كميه كثيره، حيت عندنا واحد الفرح ان شاء الله، وبغيت نشارك معكم الوصفه. كنتمنى تجربوها، راه كتجي ممتازه بزاف وكتجي زوينه.